لكن انت بتقابل فرق قويه، سواء بدايه من الضحيل لو انت عديته هتقابل البايرن، وبيعتبر البايرن بتلعب في الدور قبل النهائي. يعني فكره الماتش الاولاني كابتن ابراهيم ونجاح النادي الاهلي في تخطي هذه العقبه. بس هو طبعا اكيد مشاركه النادي دي اكيد شيء مشرف للكره المصريه اكيد، يعني واخد بالك. بس طبعا الموضوع مش اكيد لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي بجهازه وبمجلس اداره مش واخدين الموضوع ان انت مجرد مشاركه، لانها في الاول والاخر محسوبه. واكيد برضو مجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه عندهم طموح ان هم يحصلوا على مركز مميز يعني. فطبعا مباراه الدحيل من الفرق الكويسه جدا على فكره، عندهم لعيبه مميزه، الموضوع مش هيبقى سهل. خد بالك كمان فرقه الدحيل اكيد عندها طموح برضو ان هم يكسبوا النادي الاهلي بطل افريقيا، فده كل ده يعني بتمنى ان انا اشوف مباراه مميزه. وفي الاول والاخر اللي هيكسب اكيد يعني بيبقى اجتهاد وعلى حسب الجهاز الفني وتركيز اللعيبه، هو ده اللي هيحدد مين اللي هيفوز في المباراه. اما اللي هو النادي الاهلي هو اللي هيكسب او الدحيل اللي هيكسب، دي ما تقدرش تبين، لانه في الاول والاخر كل واحد عنده الطموح اللي عايز يوصل للاعب بايرن ميونخ. طيب ايه يعني ده التمارين الخاصه بفريق النادي الاهلي يا كابتن ابراهيم؟ فكره عدم وجود الشحات والبديل ووجود محمد هاني والبديل، اكيد موسيماني الاثنين دول عنده لعيبه أكيد. حتى لو احنا بنتكلم في وقت اوقات حسين شحات مش هو حسين شحات، لكن من الركائز الاساسيه بالنسبه لموسيماني وبيحل له امور عديده داخل الملعب. بص خلينا نتكلم على حسين. تمام، طب كمل وانا اكمل. ماشي، لا اتفضل اتفضل. يعني حسين عنده ممكن بديل، ممكن يقدر يلعب مكانه يعني، واخد بالك. عندك ممكن كهربا، ممكن يلعب طاهر محمد طاهر، فاهم قصدي؟ ممكن يشارك بواليا يعني، انت فاهم قصدي؟ عندك الجزء اللي مكان حسين شحات ممكن اي حد يأديه، يعني لعب ولي ولعب محمد شريف وارد على فكره، هو على حسب الفكر بتاعه، على حسب الفكر بتاعه يعني. انا بتكلم ان حسين فيه اكتر من كذا بديل ليه ممكن يقدر يأدي، مش مشكله لاي جهاز فني. انت عندك الجزء اللي هو بس ممكن اصابه محمد هاني، هي دي المشكله ممكن اللي قابلها النادي الاهلي في الفتره دي. مين يا كابتن يعني بيلعب ببيكهام ولا اكرم توفيق؟ بيكام بص يعني اتفرجت عليه برضو، ما اقدرش ان انا احدد هو كويس ولا وحش، لان في الاول والاخر لسه برضو ما شفتوش بشكل مستمر يعني. بس هو اعتقد ان هو الاقرب هو بيكام يعني. ايه رايك في الشكل العام يعني اللي انت الشاشه قدامك لو مش موجود قدامك مش شايفها؟ طب بفلهم لو عايز. بس هو حاجه حلوه يعني هتشوف. بص اكيد طبعا، بص حدث حاجه يعني. انا عاجبني النضاره بتاعت وليد سليمان وكابتن حفيظ سامي، طبعا حاجه جميله. قفشه بص اكيد حاجه مشرفه طبعا. اي حد فيديو حلو الصراحه. يعني بص الحاجات دي بتبقى حدث كويس جدا واعتقد ان هم كلاعيبه برضو خد بالك مش مجرد ان انت راح تلعب مباراه وخلاص يعني، برضو كل واحد عايز يأدي بشكل كويس، يعمل اداء كويس. النتيجه دي في الاول والاخر هي اجتهاد وتركيز على حسب ما انت مركز في المباراه يعني. فاكيد بتمنى النادي الاهلي التوفيق وشيء مشرف، واكيد برضو خد بالك اللعيبه برضو عليها ضغوطات، لانك انت برضو رايح بطوله مصر كلها والوطن العربي، واعتقد العالم كله بيتابع لان فيها فريق كبير زي بايرن ميونخ يعني. طيب انا في بعض اللاعبين طبعا ممكن طبعا شكل جميل ده شيء طبيعي حدث، والشكل ومنظومه الاعلام في النادي الاهلي استغلت الموضوع ده بشكل جيد جدا. لازم طبعا نقول على ان تعب يعني، فكره انك تعب وتعمل فيديو وامور خاصه بالبعثه دي حاجات طبعا مهمه جدا لتوثيق ما سوف يحدث يعني في هذه البطوله. موسيماني دي المره الثانيه على فكره مع سان داونز لعب في كاس العالم للانديه، ومع الاهلي هو في كاس العالم للانديه مرتين. خد بالك الموضوع مختلف. انت ايه بقى اختلافه ما بين سان داونز؟ برضه خد بالك برضه النادي الاهلي اسم كبير في الوطن العربي وفي افريقيا، واخد بالك من ناحيه جماهيريه ومن ناحيه شعبيه اكيد مختلف تماما يعني. يعني هو سان داونز هتلاقي مثلا في وهو بيشارك في بطوله كاس العالم للانديه مش يعني هتلاقي المتابعه مش زي ما النادي الاهلي. الموضوع مختلف تماما يعني، من ناحيه اعلاميه ومن ناحيه جماهيريه، من كل شيء الموضوع مختلف تماما يعني. بتكلم بجد والله. فاكيد هو برضو الموضوع ده عليه ضغوطات وعايز يعمل حاجه مشرفه ليه، خد بالك لان ده اول حدث ليه او اول مشاركه تعتبر يتم تحديد هو مدرب كويس ولا، رغم ان هو مدرب كويس. بس دي بصراحه هي دي اللي هتبين، وهتبين لعيبه كتيره جدا خد بالك، مش كمدرب. هتبين المستوى اللعيب النادي الاهلي والتفكير بتاعهم وتركيزهم، هتبين يعني البطوله دي هتبين حاجات كتيره جدا، لان هي دي البطوله اللي هتبين المستوى الحقيقي للنادي الاهلي والجهاز الفني. ممكن يبقى في اختلاف في شكل التكتيك. عايز بس اكلمك على الشحات وبعض اللاعبين اللي بيبقوا متواجدين وتاثيرهم في البطوله دي. واحد زي الشحات من وجهه نظري، دي صورته قدامك يا كابتن ابراهيم على الشاشه. ماشي. تاثيره قد ايه مثلا في الفريق في ماتش زي بدايته ده؟ يعني بص حسين من اللعيبه كويسه، بس مش ده حسين.
وانا عارف ان في ناس كثيره جدا بتزعل يعني، خد بالك يعني، واخوه حتى بيزعل من الانتقادات ليه، رغم ان هي دي الكوره. بس مش هينفع نطلع نتكلم واحنا من الناس اللي بنحق يعني، هو لعيب كويس أوكي. بس مش ده حسين اللي احنا كنا، اللي انا كنت بتفرج عليه، رغم ان حسين خد بالك من اللعيبه الكويسه جدا وبحبها جدا، بس مش ده حسين اللي انا كنت بتابعه سواء في العين او في المقص. الموضوع مختلف تماما، فاتمنى ان محدش يزعل. فكره من اللاعبين اللي لعبوا كاس عالم انديه يمكن مع فريق العين قبل كده لو تتذكر يعني، بس ده كان حسين، كان حسين دلوقتي مش حسين. لا دلوقتي مش حسين بصراحه، لا دلوقتي مش حسين عشان بس نتكلم في بعض التقصير من ناحيته، وممكن مش هنقول توفيق صحيح، هو كان في العين هايل يعني، لا بصراحه كان في العين وفي المقصه، كان هو اتخذ عين بيعمل كل حاجه، ما اتخذ عين حلو. فبتمنى ان هو يعود لمستواه تاني و نشوفه يعني، نشوف حسين اللي كان بيلعب كوره حلوه يعني. طيب ده واحد من اللعيبه اللي ممكن يكونوا عندك بديل، عندك بدائل ليه كويسه جدا. حمدي فتحي يعني برضه تاثيره في الفريق في بطوله زي كده، فكره ان وجود السوليه وديانج، هل حمدي فتحي يبقى التالت بتاعهم ويغير الشكل؟ حلو المنافسه على لا فكرة. يعني يلعبوا هم الثلاثه، لان حمدي فتحي ما شاء الله يعني، عارف عايز اقول لك، بس انا بصراحه نفسه بشكل غير انا بشوف يعني. بشوف الانسجام اكتر ما بين السوليه والي ديانج بصراحه يعني، افضل تحس ان الي ديانج والسوليه في الفتره على فترات كبيره جدا ما بيشاركوا مع بعض، حتى تحس ان السوليه بيظهر جميل. بس انت لو انت عندك الثلاثه بالشكل القوي ده زي ما قلت لك، تسيب واحد حلو. بره لا ولا بص ثلاثه يعني الموضوع هيبقى صعب شويه، لانك انت خد بالك هتقل معاك الموضوع الناحيه الهجوميه شويه، فهتبقى خسران اللاعب. لا اما لو اديت سوليه يعني مهام هجوميه فممكن تبتدي الامور كويسه، بس انا اللي بشوف ان برضه خد بالك موسيماني او المدربين اللي اتعاملوا مع اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي بيدي جزء ضعيف جدا للسوليه في الناحيه الهجوميه، فانت كده هتبقى خسرت عنصر اساسي في جزء هجوم ممكن تستغله زي كهربا قفشه مثلا. ممكن اسمه مين تاني عشان بس ما انساش، كهربا قفشه، كهربا قفشه، طاهر محمد طاهر، يعني انت عندك كذا عنصر تقدر تستغله في الجزء ده يعني. بس هي دي القصه. هو النادي الاهلي بص المشكله الحقيقيه اللي بتقابله هو في الفتره الاخيره بعد رحيل احمد فتحي ناحيه اليمين، ما هو اصل كان وارد يا كابتن ابراهيم ده شيء طبيعي فتحي في وقت ما هيبطل. بص هو كان المفروض يحصل التجهيز في الجزء ده من فتره كبيره جدا، بس هو تم التاخير في يعني في الـ يعني ان يبقى في بديل لاحمد فتحي، او النادي الاهلي ممكن يقدر يشتري لاعب مثلا بامكانيات مميزه يلعب في الجزء في الباك رايت. طيب انت تتخيل الفرق او الفرق ما بين الكره طبعا الخليجيه والكره المصريه والافريقيه، هل دي بتميل لكفه مين في فكره المكسب يا كابتن ابراهيم في المباراه القادمه؟ بص مش مقياس برضه، لان خد بالك برضه فريق الدحيل عنده اكتر من قزع يعني، الدوري القطري في العموم في عندك لعيبه ليها اسماء كبيره جدا موجوده في الدوري القطري، خد بالك. فدلوقتي الدوري القطري بقى ممكن ما يكونش متشاب بشكل كبير جدا، بس عندهم عناصر لعيبه كويسه مميزه، في اسماء كبيره جدا موجوده يعني، حتى عنده في الدحيل تقريبا في مش متذكر اسم اللاعب اللي هو بتاع اليابان ده، من اللعيبه الكويسه قوي مميز يعني. اللي كان بيلعب في الدوري الياباني، ايوه لعيب كويس قوي، لونجا حاجه زي كده، وفي اكتر من كذا عنصر برضو خد بالك يعني. بس انا يعني ايه شايف ان الامور هيبقى في ند لند ضد النادي الاهلي، والموضوع مش يعني زمان مثلا كان في مثلا ممكن تلاقي الدوري القطري ما فيهوش المميزات اللعيبه اللي موجوده حاليا في الفتره الاخيره، فدلوقتي بقى عندك لعيبه كويسه وعندهم خبرات وفي بقت في كره سريعه، فمش بتظهر بالدليل ان هو الدحيل يعني بيشارك في بطوله العالم. كهربا اهو، كهربا هتقول له في بطوله زي كده يا كابتن، يعني بطوله زي كده ويعني الناس كلها بتتفرج بقى، العالم كله بيتفرج، يعني يتعامل ازاي بقى في مباراه زي القادمه مثلا وبطوله كبيره زي كده؟ بس خلينا نتكلم ان كهربا من اللعيبه كويسه قوي، ومن اللعيبه اللي انا بحبها جدا كلاعب ولاعيب مميز، لعيب كوره، انا بحب لعيبه الكوره اللي من نوعيه كهربا يعني. كهربا لما بيبقى بعيد عن الضغوطات او بعيد عن الشد العصبي بيعمل مباريات هايله جدا بجد. لما بيحط نفسه تحت الضغوطات اللي هو انا عايز اثبت وجودي ومش فاهم قصدي، خلاص كهربا انت وصلت لمرحله، لعبت منتخب ولعبت الزمالك وحاليا دلوقتي تلعب في الاهلي، فخلاص انت وصلت لمرحله ان انت مش محتاج ان انت تثبت وجودك. يعني انت محتاج ان انت تلعب كوره. فكهربا لما بيوصل لمرحله اللي هو بعيد عن الضغوطات وبعيد عن التنشنه بيبقى هايل جوه الملعب. لما بيحط جوه تحت الضغط عصبيه ويبقى مشدود ما بيبقاش كهربا خالص. لو ركز يعني لو ركز وخد شكل لعب بصفه اساسيه هيعمل بطوله كويس، لان هو من اللعيبه المهاريه. ده مروان وجوده في بطوله زي كده ممكن تبقى حاجه جديده ليه؟
يعني بنقول زي تجديد لحياته مع النادي الاهلي بشكل جديد ليه؟ تجديد في ايه؟ تجديد في ان هو يبقى متواجد ويلعب ممكن ينجح. اكيد وارد، بس يعني وارد، بس خد بالك هو كان عنده فرصه ان هو كان يبقى فعلا زي ما بيتقال ان هو يبقى مهاجم مصر الاول او مهاجم النادي الاهلي الاول. هو يعني هيروح يعمل ايه دلوقتي غير ان هو يلعب يا كابتن ابراهيم؟ الموضوع برضو خد بالك مش سهل، يعني انك انت في محمد شريف ما شاء الله من اللعيبه الكويسه، مميز، هداف، بيتحرك كويس، خلاص بقى حفظ الجزء الهجومي بالنسبه له بقى قوي. عندك بواليا برضه هيبقى موجود مشاركه، هو حلو المنافسه بس هو اللي بعد نفسه مش يعني هيلعب في البطوله دي ولا ما يلعبش؟ ما اعتقدش، يعني اذا كان ما كانش بيلعب في الدوري هيروح يعمل ايه يعني غير يعني هيلعب، يعني ما كانش بيلعب في الدوري في اساسي، موسيماني هيروح يلعب اساسي في خلي بالك هو متناسب.